السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نعرفو كيفاش نصوبو لافيش تكنيك ديال أي بي سي بغينا نشريوه. عادة البي سي عند عرض البيع كتكون واحد الورقة تقنية مرفوقة لهاد البي سي، باش إذا بغينا نجبدوها أوتوماتيكمون نكليكيو على ديماري ثم نديرو اوتون دووا نكليكيو على سيستيم. هنا خاصني واحد النافذة اللي فيها الورقة التقنية لهذا البي سي. هذه المعلومات يجب أن تكون متطابقة مع الورقة التي تكون عادة مرفوقة عند عرضه للبيع. يكون فيها مثلا البروسيسور، يكون فيها لا ميموار ديال الرام، تيب دي سيستيم. هذه المعلومات يجب أن تكون متطابقة. كذلك يجب القيام بواحد تيست آخر باش نعرفو تاريخ إنتاج البيوس ديال هذا البي سي. هنايا كنكليكيو على كونترول ماجيسكيل ولا شيفت كنديرو إيشاب، تخرج لينا واحد النافذة بحال هاد الشكل. ثم كنكليكيو على فيتشي إكزيكيتي إنو في الطاش، وهنايا كنكتبو سي إم دي. كنكليكيو على أوكي، تخرج لينا واحد النافذة. أنا غادي نكتبو واحد الكود غتلقاوه مكتوب في لي كومونتير. ام انفو، كليكيو على الت جراد مع 6 كيعطينا علامة بحال هاد الشكل. ثم نديرو فيند، نديرو سلاش اي بيوس. نكليكيو على اونتري، هنايا غادي يعطينا التاريخ ديال انتاج ديال هاد البيوس. هاد الحالة عندنايا 19/11/2019. التاريخ ديال في هاد التاريخ خصو يكون قديم اكثر من عام، فيجب ان يكون هاد التاريخ اقل من عام. اذا كان اكثر من عام فيجب لا يجب شراء البيوس لانه قديم، او يمكن يقدر يكون شغلو شي واحد من قبل. نتمنى هذا الفيديو عجبكم، شكرا على المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء.